مبروك. ثاني لفرانكو نشيط وياخذ اوت مجادي. الظاهر قائد سعيد هيخرج ولا ايه؟ بيل مبروك لمجادي. مع الدو ياخذ اوت مجادي. بيل مبروك اللي لعبها لماجير. لعبها وحش ياخذها الدو. ولجونيور شات الكرة اللي فاتت الحلوة. وجونيور بيلعبها الكريكة تخد وتقطع وتروح تاني الكريكة وكريكة بيلم. وبيلعبها اليمين ناحية اليمين لماو وإنما تترد تاني وتروح لإيدينهو كابتن لفالكاو براءة فالكاو وإنما بيحوشوا كويس مغاريا وبندوز. وترجع لبنصاولة 12 ببلومي لمنات لبلومي المنات تاني البلومي لبن طاولة لمجير لبلومي. ثلاثة نجوم كبار في الجزائر لمجير بس ما كسبوش ارض. وادي حلوة ايه لمنات مولار مغاريا يغطي مكان الباك الشمال ويفوت مغاريا ورجعها لبن مبروك لمجير حل عليه فالكاو لقاس سعيد اوام مجادي بن صولا انما تقاطع من ايدينه كابتن تيم برازيل النهارده لمولر لسقراطس وسقراطس هجمه مرتده تعكسها ناحيه الشمال لكاريكا ومعاه جندوز زقه خفيف كده والحكم مينديز قال ماشي. ومجادي لبن مبروك نص ساعة 1-0 برازيل جاب لهم كاريكا وايدين والفالكاو ثاني كاريكا لسقراطس وبيشوط في ايد دريد. برافو يا دريد طالع مترين ثلاثة قافل الجول بتاعه كويس دريد. ايدينهو لفرانكو وفرانكو برقة ترقيصة كويسة ولعب الجونيور وجونيور لكاريكا بن مبروك لمجادي لدريد مجادي هل عليه كاريكا يلعبها المغاريا يعني عامل ماتش كويس انما غلط في الكرة اللي فاتت دي اللي جت جول. وبن صولا تقطع منه وتتلعب طويلة لمولر ومولر بيلعبها بالعرض في ايد دريد قبل الزو. بلومي ثلاث كاس العالم 82 بلومي زي ما قلت لكم هو ومجيد تتقطع منهم وترن لسقراطس وسقراطس خلصها كويس لكاريكا نشيط كاريكا وبيلعبها لسقراطس وسقراطس بيلمها بصدره انما تتطوح ناحيه الشمال والحكم بيقول انها جت في ايده هاند بول على سقراطس. كان جاب جول البرازيل في ماتش مع اسبانيا اللي كسب بيه البرازيل. بالمبروك لبلومي وتقدم بن صولا ياخدها جونيور وجونيور لكاريكا وكاريكا لفالكاو وفالكاو لكاريكا ماسكين كوره بلاتي برازيل وبيشوف كوره قنبله على يمين دريد انما لعيب مش بطال والله كاريكا زي السهم زي السهم. بن مبروك مجادي تاني كتير كانت بدله بنشاط في الشوط الشوط الثاني وبعدين لما جه فيها الجول ابتدى اللعب يهدى والبرازيل هي اللي ماسكه كوره. منصوري بيرجع لدريد
الجادي، نغاريا، بن مبروك، ومع الزو يخطفها لما ترجع ثاني لمجادي، مجادي الجندوز، نغاريا، وبطن رجله حلوة لمجير ياخدها من منات، انما تتقطع ثاني ويلعبها فرانكو لفالكاو، فالكاو لجونيور، وناحية اليمين لعليماو، لا باك يمين مكان اسم وماشي عليماو، ومولر حشلو منصوري ورجعها ثاني لجونيور، وجونيور عمل كرة حلوة ناحية اليمين للزو، والزو بيعكسها، وبرافو يا دريس قبل مولر وفالكاو يمسك دريس، والبن مبروك بيلعب في نادي الريسنج في فرنسا، بن مبروك، جوليو سيزار ليدينهو، سقراطس ناحية اليمين داليماو، وكلام سقراطس ولعبها لبولر، ومولر فوق قبل كاس العالم على طول. الجزائر كانت عامله معسكر تدريبي في مدينه سكران في سويسرا، ودي على ارتفاع 1800 متر علشان تاخد على اللعب في الاماكن المرتفعه هنا في المكسيك. خرج كلومي ونزل مكانه جمال زيدان اللي كان جاب جول الجزائر في مساء مع ايرلندا الشماليه. كلومي كان بيلعب خط الوسط، وادي اول كرة من جمال زيدان روح لجونيور، وجونيور لمولر، من اللعيبة الصاعدين وكويسين، ومولر هات الخد مع الخط وبيلعبها بالعرض، انما في ايد ريس نجير، الاثنين ناحية الشمال، وادي جمال زيدان اهو رابط ايده اليمين، لعبها وحش يقطعها كابتن التيم ايدينو، وادي لمولر زي ما بقول لكم بيحدف ناحيه اليمين، وطلع له سقراطس لعبها له هايله، وبيلعبها بالعرض في الدريس، وكاريكا ان انا واخد فاول، الحكم بيقول العب ما فيهاش حاجه اهي عاليه، وبيلعبها بدماغه، وتاني الجزائر هجمه ماجير لجمال زيدان، جمال زيدان هو وعلي معو، لعبها هات وخد مع مناس، وهاند بول على كاريكا، جمال زيدان لمناس لجمال،